اللي بيدرسوا في الجامعات أولاً يكون الإمام أو يكون عندهم المهارة حتى ينقلوها، أو على الأقل يعرفوا شو هو المطلوب. مساكم سعيد متابعين سو شو من جميع أنحاء الوطن العربي، برحب فيكم بحلقة جديدة وبموضوع جديد. ممكن هالموضوع ما بينحكى عنه كتير برغم أهميته في تكوين وتنشئة الأفراد، ويعد من أخطر المشاكل المؤثرة في الأجيال القادمة اللي ممكن ينتج عنها كارثة بامتياز. إن شاء الله يا رب ما يجيب المشاكل ولا الكوارث. تراجع جودة التعليم في الأردن هو محور حلقتنا لليوم، وممكن هالموضوع يندر بانهيار المنظومة التعليمية في الأردن والوطن العربي وليس الأردن بمعزل. للحديث حول هذا الموضوع نستضيف وإياكم الدكتور ماهر سليم، رئيس سابق لثلاث جامعات أردنية في الأردن. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. بالعكس، أنت شرفتنا ونورتنا دكتور. اليوم هيك الموضوع شوي حساس، بس يعني أنت بدايتك كانت صعبة شوي، يعني بداية يعني على قضية انهيار المنظومة التعليمية، يعني كلام يحتاج إلى نقاش وحديث الآن. أكيد، ولازم نبين بعض النقاط إنه ليه حكينا عن هذا الموضوع، ليه طرحناه خلال برنامج سوشو أكيد وعلى شبكة منصات الإعلامية. دكتور، إلك باع طويل في هالمجال وجامعات ما شاء الله، وكنت رئيس سابق لثلاث جامعات كمان في الأردن، فأكيد أنت مطلع أكثر وصاحب اختصاص أكثر. ليه في تراجع بما أنه كانت الأردن من الدول اللي لها الصدارة في التعليم؟ صحيح. شو عم بيصير؟ صحيح، يعني اللي تفضلت فيه 100% صحيح، أنه الأردن كانت من رواد التعليم العالي والتعليم بشكل عام. صحيح. في المنطقة العربية، والكل بيشهد للأردن في مستوى التعليم سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الكليات، حتى كليات المجتمع كان للأردن دور جميل جدا وقوي جدا في هذا المجال. الحقيقة أنه مع يعني زمن صار في هناك عوامل كثيرة دخلت أثرت على مستوى التعليم. يعني أنا ضد كلمة انهيار المنظومة، ضد يعني احنا قلنا قد يعني خلينا نكون متفائلين، هو الوضع يحتاج إلى دراسة، الوضع ينذر بخطر، وضعنا التعليمي في السابق هو أفضل من الآن 100%، أنا أتفق، لكن في هناك عوامل كثيرة دخلت في الموضوع بحيث أنه أثرت على التعليم وأثرت على المنظومة كاملة، نعم. وعلى مستوى الخريج أيضا، يعني خريجين الجامعات الأردنية أو المدارس الأردنية في السابق كان لهم رواج أكثر وسمعة أكثر من الآن. تمام. قبل ما أخذ دكتور مع حضرتك بالأسباب ونشرحها سبب سبب، لأنه أكيد كل اللي عم بسمعنا هلا وعم بتابعنا بقول لك طب شو يعني كيف ممكن يؤدي لانهيار، طب شو في، مع أني أنا متأكدة كتير ناس عم بتابعنا هلا. خلينا نبلش من المرحلة الابتدائية، أنه عم بيعانوا أولادهم عم بيطلعوا من المرحلة الابتدائية ما بيعرفوا يكتبوا ما بيعرفوا يقرأوا، يعني في فرق شاسع بين زمان وهلا بالتدريس. يعني أنت يعني وضعتي يعني أصبعك على المكان الصحيح في لماذا هناك في تراجع في التعليم بشكل عام بالأردن سواء كان في المدارس أو في الجامعات. أنا بعتقد النشأ أو التربية الأساسية هو الأساس، وأنا بعتقد أنه الدراسة في الحضانات والمدارس الابتدائية هي المحور الأساسي في عملية التعليم. وإذا نظرنا إلى عملية إصلاح في التعليم فهذه الحقبة من العمر الطالب أنا بعتقد هي المفصل في عملية التطوير، وبالتالي تحتاج إلى عناية ودراسة واهتمام من قبل المسؤولين. الحقيقة أنه النظرة للمدارس الابتدائية أو الحضانات في هناك نوع من عدم الجدية، بحيث أنه مثلا يعني عندي مثال بسيط وأنا متأكد أنه يعني الجميع يتفق معي، أنه نظرتنا للمدرس في المدارس الأولية نظرة يعني لا توازي نظرتنا للمدرس في المدارس الثانوية، حتى من ناحية المردود المالي للمدرس في المدارس المرحلة الأولى أو الأولى أقل بكثير من الثانوية العامة أو التوجيهي، ما نسميه التوجيهي.
مع انه الاهم الدكتور اللي هو المعلم الابتدائي والاساسي. طبعا لانه يعني شخصيه الطفل تبدا يعني تكتمل في المراحل الاولى من حياته، وبالتالي انا بعتقد من سن 4-5 سنوات الى سن 7-9 سنوات هذه مرحله حرجه جدا، تحتاج الى نوعيه خاصه من اعضاء التدريس. نوعيه خاصه، وهذه الخاصه تعني انه يجب عمليه اختيار المدرس يكون لها شروط مختلفه. يعني اولا انا بعتقد انه يجب ان يكون مؤهل تعليميا. رقم 2 ان يكون مؤهل ايضا تربويا. رقم 3 هلا اللي بسمعنا دكتور، سوري للمقاطعه، بقول لك يعني اكيد معلم ومش مؤهل تعليميا. انا راح اترك لك المجال تشرح بالضبط، يعني حكينا وناقشنا في هذا الموضوع قبل الحلقه. يعني انا بحكي على التاهيل العلمي، ان يكون يعني خريج احد الجهات التعليميه الموثوق فيها. والتربويه ان يكون في هناك اعداد تربوي له، لانه انا اذا كنت خريج جامعه لا يعني اني انا قادر او مؤهل، عندي أنا قدرة على التدريس بالطريقة التربوية السليمة. وبالتالي كلنا يعني كل المدرسين بحاجة الى دورات تدريبية من اجل تأهيلنا حتى نستطيع ان نتعامل بشكل جيد مع الطالب ونفسيته واهله. هذا موضوع. الموضوع الاخر ايضا رقم 3 العامل النفسي لعضو هيئة التدريس. يعني أنا بعتقد يجب أن يخضع كل من يدرس هذه الفئة إلى اختبار نفسي، إلى الطب النفسي، بحيث يعني نقيس سوية هذا المدرس. هل يصلح؟ هل يستطيع؟ هذه قضايا كلها مهمة في العملية التعليمية. طيب دكتور، بدي أسألك لأنه هاي النقطة الثالثة أهم نقطة حكيتها صدقاً، وإحنا عم نخرج جيل أطفال هدول صفحة بيضاء، بنقولهم يلا بدنا نبلش معاكم حتى تتأهلوا للمراحل الأعلى. هلا حكيت عن الناحية التعليمية والتربوية النفسية، في الأردن تأهيل نفسي لأي مدرس ببلش تدريس المرحلة هاي؟ يعني أنا حتى لا أهضم حق الوزارة، أكيد الوزارة واضعة كثير من البرامج من أجل تأهيل المدرسين النفسية. يعني طبعا بالدورات بيكون في شيء من هذا القبيل، بس أنا اللي بطرحه شيء مختلف تماما. يعني لا يجوز أن يتقدم مدرس أو مدرسة للتدريس الابتدائي أو الحضاني دون أن يكون في هناك اختبارات لهؤلاء، بحيث أنهم يصلحوا للتعامل مع الأطفال. صحيح. يعني أنا ممكن أكون بصلح أني أتعامل مع جيل الـ 18 والـ 20، ممكن أكون لكن ما بتعامل مع الصغار، وفي ناس عندهم هذه مهارات. فاكتشاف هذه المهارات من خلال الاختبارات النفسية، وأنا بعتقد أنها ضرورة. قضية يعني أني أوضحها أكثر، الكل يعلم أنه الطفل يأتي من بيت مختلف، وبالتالي مجموعة طبعا. الأطفال بيكونوا من بيوت مختلفة، فإحنا بدنا نعلم هدول الأطفال مفاهيم يعني تفيد الوطن ولها مصلحة، في مصلحة وطنية من وراها. من القضايا اللي أنا دائما مقتنع وبحكي فيها قضية تعليم هذا الطفل كيف يعمل مع زميله كفريق، يعني تعلم كيف أتقبل الروح الجماعية. أيوة، العمل الجماعي. نعم. رقم 2، وهذا ما نفتقره في المجتمع الأردني، اللي هو العمل التطوعي. فهذه قضية تبدأ من الصغر، إنه حب العمل التطوعي والرغبة في العمل التطوعي. فبالتالي هذا الطفل لازم ندخله في منظومة يكون يشارك فيها، يقدر يعني ويحب هذا الشيء. للأسف دكتوري، إنه أنا بدي أحكي هيك، وأتوقع بعض الأهالي واجهوا هاي المشكلة في بعض المدارس، أنا ما بقدر أعمم، وهي أتوقع أنها بتكون تصرفات فردية للأساتذة أو المعلمات، بتكون بتحكي بصيغة مثلا عنصرية، أنت مثلا من هون، أنت من هذا البلد. أنا اللي بدي أوصل له، يعني بعد ما ذكرت القضايا، أني أوصل للمرحلة هذه. أيوة. إنه إحنا لما مندرب الطالب أو من أهل الطالب أنه يتعامل مع الآخر كفريق، يتعامل معه بعمل جماعي،
لما يكون في هناك ترغيب بالعمل التطوعي في كثير من القاسم المشترك بيصير في مساحة واسعة من المشتركة بين الأطفال، وبالتالي تذوب كثير من القضايا السلبية في هذا السن. لازم نعلمهم قضية الرأي والرأي الآخر، احترام الآخر، استيعاب الآخر، احترام الآخر، احترام الفكر والديانة للآخر. بالضبط. هذه نقطة كثير مهمة. فكمان المواطنة، ما هي يعني حقيقة المواطنة، ما هو المطلوب. صحيح. من الطفل انه حتى يعني يحب بلده. كتربية وطنية، خلينا نقول هي تربية بالنهاية، كلها تربية وطنية. إذا أعددناهم في المرحلة هذه بهذه الطريقة فإحنا سنواجه مشاكل أقل في المراحل المتقدمة. أكيد. وفي المراحل المتقدمة إذا كنا مستعدين أكيد حنخرج يعني خريجي ثانوية عامة قادرين على أنهم يدخلوا جامعات بمستوى جيد، فبيكون مدخلات التعليم العالي وهنا المفصل جيدة من أجل أن تكون المخرجات جيدة. صحيح. فإذا كانت المخرجات جيدة إذا كانت جيدة معناها أن المدخلات جيدة والعملية التعليمية جيدة، لكن إذا كان عندنا المدخلات سلبية أو سيئة مهما كانت العملية التعليمية فمخرجاتنا ستكون يعني مش المستوى. أنا قناعتي الآن إنه إحنا مدخلاتنا للتعليم العالي ضعيفة، والعملية التعليمية أيضا تحتاج إلى تطوير، والإدارة الجامعية تحتاج إلى تطوير، وعملية التعامل مع المؤسسات التعليمية من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي يجب أن تتغير إيجابا، ويجب أن يكون في هناك نظرة حقيقية ودراسة حقيقية لوضع الجامعات. أكيد رح نحكي نكمل حديثنا دكتور، لكن بعد الفاصل متابعينا الكرام حنكون معكم بفاصل وراجع. رجعنا معكم متابعينا الكرام، واكيد مكملين معك دكتور بحوارنا حول موضوع تراجع وتدني مستوى التعليم في الاردن. وكنا نحكي قبل الحلقه انا وحضرتك عن انقلاب الهرم. شوفي يعني انا ليه شو السبب؟ يعني انا بعتقد انه في مرحله كنا يعني كانت العمليه التعليميه بشكل عام بالاردن سمعتها طيبه، وسمعتنا بمجال التعليم العالي بالذات سمعه طيبه. وإذا قارنا الأردن بالدول العربية الأخرى كنا في مرحلة يعني إحنا الرواد وإحنا سمعتنا طيبة، حتى كانت بعض الإعلانات في الجرائد يعني أنا شخصيا قرأتها يعني بيطلبوا الجامعة بعض الجامعات الأردنية باسمها لتوظيف خريجيها. طبعا هذا الشيء وإحنا طبعا كأردنيين في مجال التعليم كان لنا دور يعني فلنقول أساسي. أيوة مميز صحيح. في الأردن ومن ثم انطلقنا بالخليج أيضا، يعني إحنا كان لنا دور في بناء كثير من الجامعات الخليجية والعربية، ونقلنا المعرفة من الأردن إلى الدول الأخرى، وهذا يشهد له يعني القاصي والداني، ما في شك في الموضوع. لكن في التسعينيات من هذا وقت صار في عنا نوع من التشوه في التعليم، يعني عزو كثير من الناس لأسباب كثيرة، منها يعني زيادة الطلب على التعليم الجامعي،
زيادة عدد الجامعات. يعني أحيانا بيتكلموا عن أنه في هناك جامعات حكومية وجامعات خاصة، رغم أنه أنا مقتنع أنه كلها مؤسسات وطنية وتعمل ضمن تشريعات وضمن يعني منظومة معينة واضحة، والكل يعمل من أجل مصلحة البلد. لكن في الحقيقة صار في نوع، وهنا بلوم الدولة فيها اللي هي الإدارة العامة للتعليم العالي، في قضية السماح للجامعات الحكومية أنها تنشئ برامج زي البرنامج الموازي. يعني أنا شخصيا مع البرنامج الدولي أن يكون للطلبة الغير الأردنيين يعني فرصة للتعلم في الأردن، ولكن ضد أن يكون الجامعة الحكومية تقبل طلبة بمعدلات عالية وباستثناءات معينة، وأيضا تفتح المجال لدفع يعني لبعض الطلبة القادرين على التعليم إنهم يسجلوا في الجامعات. فأصبحت الجامعة الحكومية جامعة حكومية وخاصة في نفس الوقت. صحيح. فهذا أيضا عمل خلل في مدخلات الجامعات الخاصة، بحيث أنه المعدلات العالية في الثانوية العامة أصبحت تذهب إلى الجامعات الحكومية. هذا ما أثقل أيضا الجامعات الحكومية من ناحية أعداد الطلبة. صحيح. وما في هناك مواكبة لعملية يعني تطوير البنية التحتية للجامعات الحكومية، فزادت مديونية الجامعات بدل من أن يكون في هناك نوع من التخفيض في المديونية، وبالتالي صار عبء مالي وأيضا عبء تعليمي. فأنا بعتقد هذا من أسباب انخفاض التعليم في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. هذا من الأسباب الحقيقية. أيضا عملية اختيار الإدارة الجامعية قد تكون أحد الأسباب الأساسية، إنه في هناك أصول لاختيار الإدارة الجامعية. أصبح تعيينات الإدارة الجامعية لها حسبة مختلفة عن الأكاديمية، يعني العلاقات الشخصية أو من هو مرضي عليه أو غير مرضي عنه، أو من هو مطاوع أو غير مطاوع، يعني في خاصة في القطاع. بدنا نعيدها مرة ثانية. في القطاع الخاص. مطاوع أو غير مطاوع. أو غير مطاوع. يعني بمعنى في هناك يعني إداريين يعني لا يستحق أن يكون في هذا المكان. هذا في كل في كل في كل مكان موجود هاي النوعية، لكن في الإدارة الجامعية هنا الخطر. أنا بعتقد إنه الإدارة الجامعية يجب أن يتحلى القائد اللي هو رئيس الجامعة والعمداء اللي هو فريق العمل ورؤساء الأقسام بشخصيات قيادية عندهم رغبة في العمل، عندهم قدرة على اتخاذ القرار، عندهم قدرة على إدارة الأمر، وأن لا تكون المناصب هذه فقط يعني زي مرتبة الشرف، يعني أنه يكون والله هذا عميد، هذا رئيس قسم، هذا حتى أرضي فلان أو أرضي فلان. طبعا هذا الأمر أحيانا لا يعجب من يدير الجامعات وخاصة الجامعات الخاصة، ممكن ما يعجب كمان اللي عم يتابعنا من يعني هاي وجهة نظر، قد الواحد يعني يجتهد ويخطئ. لا أنا بيهمني دكتور من خلال هذا البرنامج انه نطرح كل الايجابيات والسلبيات، احنا مش مركزين بس على سلبيه، لكن لا في ايجابيات اكيد، حواراتنا صريحه من خلال طرح المواضيع اللي بنطرحها دائما في سوشو، بحبها تكون دائما تكون صريحه، ما نغطي على اي معلومه، ما دام احنا مع المواطن، مع مش ضد، احنا مش ضد ابدا. لما بنحكي عن تراجع انا بتوقع في تراجع ملحوظ، لانه حتى ما عندنا احنا كمخرجات خلينا نقول من بعد حتى الجامعات، ما في، ما بتلاقي واحد والله عنده عقل بده يكون ريادي، عقل يكون بزنس مان، ما في حتى بالتدريس هذا الشيء، انه حفظ وتلقين يعني عن الادارات وعن الموظفين. لا يعني ما هي هذه كلها منظومه واحده، يعني انا لما بحكي على الاداره بحكي على ايضا التمويل. يعني الجامعات الحكوميه تعاني من مديونيه، فاذا كانت الجامعه تعاني من مديونيه فأكيد ستؤثر على المستوى التعليمي، يعني من ناحية حتى استقطاب أعضاء هيئة التدريس متميزين لا تستطيع.
قضية الاستقلالية تاعت الجامعة، الاستقلالية الأكاديمية، الاستقلالية المادية، قضية البحث العلمي أيضا من القضايا المهمة جدا. يعني أنا بقرأ ومعروف هذا الشيء أنه مثل الولايات المتحدة الأمريكية بتصرف 400 مليار سنويا على البحث العلمي، يعني هذا أكثر من الدخل القومي للوطن العربي. مبلغ عشان عشان العلم، هذا بس البحث العلمي أكثر من الدخل القومي تبع الوطن العربي مش تبع الأردن. اليابان بتصرف بحدود 180 مليار. واو. يعني هذه مبالغ بس على البحث العلمي. فطبعا هناك بيصير في نوع من الارتقاء بالمستوى التعليمي، المستوى البحثي، سمعة الجامعة. احنا جامعاتنا بالقانون نصرف 5% من الميزانية، يعني كحد أعلى أو سوري كحد أدنى للابتعاث والبحث، 5% من الموازنة. أوكي. للبحث العلمي وللابتعاث، وهذه نسبة بسيطة جدا. على مستوى الدولة ما نصرفه على البحث العلمي أو حتى على التعليم رقم يعني أو نسبة متواضعة. حتى نرتقي يجب أن يكون في هناك اهتمام مركزي من أصحاب القرار بالاهتمام بالتعليم، والتعليم مش بس بالجامعي، نبدأ بالحضانة، نبدأ بالمدرسة الابتدائية. يعني التعليم الأساسي مهم جدا. قناعتي لن يكون في هناك تطور للتعليم العالي إذا ما كان في هناك اهتمام وتطوير للتعليم الأساسي. هذه نقطة أساسية. طيب دكتور، شو ممكن يعني كاقتراحات خلينا نقول من خلال هالبرنامج، شو ممكن يعني يساهم في تطوير عملية التعليم في الأردن، إنه يرجع زي ما كان، ينتعش زي أول؟ إحنا حكينا في مديونيات، إحنا حكينا ما بيقدروا يجيبوا يعني ككوادر تدريسية مؤهلة أو مميزة، خلينا نقول مش مؤهلة، مميزة. شو ممكن عوامل إنه كدولة إنه تشتغل على هذا القطاع، وهو أهم القطاعات، يعني الصحة والتعليم هاي من أهم القطاعات لكل فرد موجود سواء بالأردن أو خارج الأردن، سواء يعني كمنطقة الأردن أو الوطن العربي. يعني أنا بعتقد إنه يعني الوزارة أو يعني والإدارة العامة منتبهة لهذا الأمر، وفي هناك محاولات لعملية يعني الاهتمام بالمراحل الأولى أو التعليم الأساسي بشكل أو بآخر. في هناك اهتمام من خلال بعض التشريعات، من خلال بعض النشاطات التربوية، لكن الحقيقة إذا ما كان هناك سياسة عامة واضحة للجميع، يعني مش مدرسة أو مدرستين أو منطقة عن منطقة. صحيح. يجب أن يكون الاهتمام لكل مدارسنا، سواء كانت في عمان، التعليم للكل، سواء كانت في عمان أو خارج عمان، في الأقاليم، في القرى، في الأماكن النائية. إذا ما كان في هناك اهتمام بهذه المدارس لن يكون عندنا تعليم، حتى لو استطعنا، لو جبنا كل البرامج حتى نطور التعليم ما حيكون في هناك تعليم يرقى للرغبة تبعتنا. فأنا بعتقد يجب أن يكون في هناك تمويل للتعليم، وتمويل خاص استثنائي نركز فيه على المدارس لخلق بيئة تعليمية سليمة، لرفع أجور أعضاء التدريس المدرسين. صحيح. يعني المدرس الأجر الشهري أو الراتب الشهري لا يكفي أنه يعيش حياة كريمة. عكس السابق، كان المدرس له مكانة اجتماعية، كان له دخل يعني يباهي في الوظائف الأخرى. صحيح. وبالتالي كان التعليم محترم. أما الآن لما يكون الدخل منخفض، فحتى نفسي ينعكس على نفسية عضوية التدريس. أكيد. أو على المعلم. وفي ناس ممكن تقول لك يلا آخر الشهر معنا جايني راتب، أنا مش بدي أحط يعني عندما خافت الله في ناس. لا، أنا بدي أحكي شيء يمكن تستغربي، أنه هو مثلا أنت تعتقد أنه المعلم المدرسي المظلوم فقط، لا، حتى عضو هيئة التدريس في الجامعة كمان. يعني أنا في عنا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حسب الموجود من السياسات المالية الموجودة والتعليمات، إنه يبدأ الكادر من 800 دينار أو 900 دينار، يعني لا يتجاوز 1500 دولار. طبعا إحنا في عصر هذا المبلغ يعني يعتبر بسيط لعضو هيئة التدريس قضى حياته في العلم، سواء في حصوله على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والقضايا هاي، وشوف التكلفة العالية.
رقم اثنين انه الحياه غاليه، وبالتالي انا هذا الرقم في نسبة فسيكون أكيد عنده مشكله. بالاضافه انه خريجي بعضهم، يعني انا مثلا درست في كليه الصيدله، بعض الصيادله بعد ما تخرجوا كانوا ياتونا ويحكوا عن الرواتب اللي بياخذوها في الشركات اضعاف اضعاف عضوي التدريس اللي درسوا، فبالتالي اضعاف اضعاف، وانا لما بحكي اضعاف اضعاف متاكد من الرقم وعندي يعني معلومات. فطبعا هنا بيخلق نوع من الاحباط عند عضو هيئه التدريس، انا ما بحكي على المدارس فقط، حتى على الجامعات. اي عضو هيئه التدريس في الجامعات يجب ان يحترم، يجب ان يعطى الراتب المالي او التقدير المالي حتى يستطيع انه يكون يعطي كل جهده أكيد. وما يركز على امور ثانيه. يعني في كثير من اعضاء التدريس بيلجأوا انهم يعني يشتغلوا وظيفه ثانيه، حتى يعني في المدارس قضيه التعليم الخاص والحكي هذا، دروس خصوصيه ودروس الخصوصيه أكيد. فبالتالي لما انت تعطي المدرس يعني قيمته الحقيقيه او على الاقل يعني تقدير للمكان والعمله، فبيصير اهتمامه بالتعليم افضل. صحيح. هذه قضيه كثير مهمه، يعني هي قضيه التمويل، قضية التقدير المالي، قضية الدورات حتى نرتقي، الدورات لكل أعضاء التدريس سواء كان في التعليم الأساسي أو في الجامعات. بخصوص موضوع الدورات بس أوقف عند نقطة دكتور كنا نحكي فيها قبل الحلقة. قلت لي هاجر أنه يعني اللي بتخرج حاسوب بيطلع بياخد دورات حاسوب مع أنه درس سنين حاسوب. لا هذا من الواقع. من الواقع، واللي بيحكي عكس ذلك بيكون يعني عنده مشكلة. عنده مشكلة في هذا الموضوع. شوفي يعني أنا بتذكر عندي طالب ما حكي، يعني هو قريب لي تخرج حاسوب في أحد المراحل، وبعدين طلب مني أعطيه يعني دعم لدورة أوراكل. فقلت له طيب أنت خريج حاسوب ليش ما بتعرف أوراكل؟ قال لي ما علمونا إياه. قلت له طيب إذا ما علموك إياه معناته مش مهم في هذيك الفترة يعني. قال لي لا اصلا ما بشتغل في الاوراكل، يعني المطلوب أيوة. ان يكون عندي مهاره معرفه الاوراكل. فقلت له طيب يعني ليش ما درسوك يا؟ قال لي ما بعرف، يمكن يعني كان رده انه اعضاء التدريس يمكن ما بيعرفوها. هلا هاي قضيه خطيره جدا، هاي الموضوع اللي طبعا وهذا في كل المجالات. ايوه ومش بس هيك دكتور، قبل ما تكمل يعني ما في عندنا حدا عم بيطلع بتخصص معين انه يعني ما في تدريس لشيء للمستقبل، احنا بس على هذه قضيه اخرى ممكن نجيها بحديث يعني بطريقه ثانيه، بس انا بحكي على قضيه احنا تدريسنا، طريقه عرضنا للماده التخصصيه تعتمد على التحفيظ والحفظ والتلقين وامتحن قديش عندك كم من المعلومات يعني بالقضية هاي، لكن ما من نديهم مهارة التفكير وقضية التحليل وقضية الإبداع، يعني ما منديهم القضية هاي. رقم اثنين ما منديهم مهارات يحتاجها سوق العمل، يعني هذا اللي بحكي فيه. يعني هلأ نرجع للحاسوب، هلا المهارة اللي مطلوبة لسوق العمل هي مثلا في هذيك الفترة تعلمه أو معرفته بالأوراكل، وكل مرحلة في لها مهارات. أكيد لأنه الدنيا عم تتطور كمان. إذن الجامعة يجب أن توفر هذه المهارات. توفر المهارات المطلوبة في كل مرحلة، وهذا يستدعي أن يكون عضو هيئة التدريس ملم بالقضية هذه وعنده القدرة. صحيح. وعنده القدرة أنه ينقل هذه المهارة إلى طبعا هذه مش عضو هيئة التدريس هو المسؤول عنها فقط، كمان طريقة التدريس طبعاً. الخطة الدراسية، توزيع الخطة الدراسية، تنفيذ الخطة الدراسية، التشريعات المرافقة، كيف احنا نعطي المواد التعليمية هذه. بالضبط. وانا بعتقد انه احنا لدينا الفرصة انه نعيد يعني دراسة يعني نعيد وضعنا ونعود رياديين في هذا المجال صراحة، يعني لأنه عندنا من الكادر التعليمي سواء كان في التعليم الأساسي والعالي مميزين، خريجين جامعات مرموقة. صحيح. وحتى الجامعات العربية بتخرج يعني خامات ممتازة، وجامعاتنا الأردنية أيضا بتخرج. صحيح. ولكن اختلط الحابل بالنابل، فبدها نوع من الفرز بس. ان شاء الله بيفرز. ان شاء الله.
طيب يعني انا مبسوطه جدا بوجودك معنا. شكرا لك هاجر، طرح هذا الموضوع الرائع بصراحه، ولسه هو هذا الموضوع يحتاج حديث كثير. اكيد حديث لسه كبير. بدي احكي لك انه اكيد حيكون بيننا حلقه ثانيه لنحكي بموضوع اللي هو كثير مهم، ما حكينا يعني خلال الحلقه بتفاصيل اكثر عنه، اللي هو انه ما في اي تدريس لاي طالب سواء جامعه او هاد لإشي للمستقبل، التطورات اللي عم بتصير يعني وموجودة ومدركة يعني بالوقت الحالي للتدريس. يعني أنت اللي بتحكي فيه اللي هي احتياجات سوق العمل. احتياجات سوق العمل الآن الجميع يتكلم عنه، الجميع يتكلم عنه، الجميع يحاول، ولكن أنا بعتقد أنه في هناك أمر ينقصنا اللي هو أعضاء التدريس اللي بيدرسوا في الجامعات أولاً يكون عندهم أو يكون عندهم المهارة حتى ينقلوها، أو على الأقل يعرفوا شو هو المطلوب. صحيح. لا أقلل من شأنهم، ولكن في منهم تعلموا مثلاً من قبل تخرجوا من 20 سنة أو 30 سنة. أكيد العلم قبل 20 سنة يختلف عن الآن. أكيد. أكيد العلم اللي بيجينا الآن من الخارج يعني يختلف. نوعية العلم وطريقة الأداء وكله رغم اثنين كمان. احنا في عنا أمور يعني في ثورة تكنولوجية في العالم، وبالتالي لازم نواكب هذه الثورة. إذا درسنا احنا فلنقل مادة الحاسوب قبل 20 سنة أصبحت الآن أوبسوليت، يعني منتهية، يعني المعلومات انتهت، لأنه كل شهر في شيء أكيد. جديد أكيد. فهذا مش عيب بعضو هي التدريس، لكن يجب أن نعطي عضو هيئة التدريس الفرصة أن يتعلمها أيضا هو من خلال الدورات لأعضاء هيئة التدريس. أنا مع التأهيل لأعضاء هيئة التدريس ولكل من يعمل في التعليم، لأن التأهيل المستمر ضرورة للتطور والتطوير. أكيد بشكرك مرة ثانية دكتور، وأكيد بيننا حلقات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين، كل الاحترام لوجودك. شكرا لك وشكرا للقناة تبعتكم منصات، أنا سعيد جدا إن أنا موجود فيها، وإن شاء الله يكون لقاء آخر معك إن شاء الله بإذن رب العالمين لمصلحة الجميع. إن شاء الله إن شاء الله بإذن رب العالمين. شكرا متابعينا الكرام، أكيد بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو، انتظرونا.